هيك لكان لفلفوها لفلفة يا أخي. تصور كتبوا كتابها وجوزوها على السكين وما خلوني أطلع برات البيت حتى ما أجي وأحكي لكم. يعني ما صار إلا ونفذوا اللي براسه. خلوا أبي ليسافر، خطبوها وجوزوها لأبو زيدي بدون ما يعملوا حساب لحدا منا. وشو ذنب هالمسكينة اللي رموها الرمية؟ مو مكفية اللي هي فيه. بابا ليش ضربوا لعمته ميادة؟ ما حدا ضربها يا ماما. لا ضربوها. لا يا أمي لا. عملتيها يا أمي أنت ورمزي؟ عملتيها؟ بسيطة يا رمزي، بسيطة. فرحان؟ لكان بدي كان يزعل؟ طيب حبهم وين راح؟ حبهم رايقين. بعدين أنا شخصياً ما طلع بيدي شيء. كان لازم ترفض يا رمزي، كان لازم ترفض. رفضت؟ صدقيني رفضت. بس أنا شو بقدر بعمل قدام ناس متسلطين؟ يعني دفنوها بالحياة؟ لا نهلا، شو هالحكي؟ شو دفنوها ما دفنوها؟ بالعكس أنا بعتبر زواج أختي ميادة هو بمثابة ولادة جديدة إلها. هلأ بتعتبر جوازة أختك من رجال قد أبوها ولادة جديدة؟ أنت عم تكبري الموضوع كتير. أبو زهدي صحيح كبير بالعمر شوي بس إنسان غني وبغناه ممكن يدللها ويعيشها بعز وجاه ما شافته. عز وجاه؟ شو هالحكي رمزي؟ شبك؟ أنت اللي شبك، مو طبيعي اليوم هذا. تعرف رمزي؟ لا أنا حاسة إنه نظرتي إلك عم تتغير. ليش يا روحي؟ يعني لعدة أسباب. أولها إني ما عم صدق كلامك. ليش شو اللي قلت لك يا وما بتصدقيني فيه؟ ما بعرف، حديثك، تصرفاتك، حكيك عن أهلك، شرودك، غموضك. صدقيني إنك غلطانة، أنت غلطانة كتير. أنا بتمنى أكون غلطانة، عن جد بتمنى أكون غلطانة. بس كل اللي عم بسمعه منك واللي عم شوفك بيأكد لي اني كلامي صح. هلا ارجوكي لا تفهميني غلط. صدقيني انا مستعد ساوي اي شيء بتطلبيه مقابل اسعادك. صحيح يا رمزي. صحيح يا روحي. يعني اذا قلت لك اني مستعد اتجوزك على شرط اني ما اسكن معك ببيت اهلك وانه ما تعرفني عليهم نهائيا لتسلطهم وانانيتهم، بتوافق على شرطي؟ ومن هاللحظه قبل بكره انا مستعد اعيش معك وين ما بتريدي. ان شاء الله بتقلي لي تعال سكن معنا بالبيت، ما عندي اي مانع. شفت رمزي؟ انت ما فيك خير ابدا. انا ما فيني خير؟ ايه ما فيك خير. واللي ما في خير لاهله ما في خير لبنات الناس. يا نهله صدقيني ارجوك. شو بدي صدقك؟ حاجتك بقى، حاجتك بقى. انا شايفه انك انت مريض وأنا مستعدة أخذك لعند أي طبيب نفسي. أنا ما بسمح لك تحكي معي هيك. بتسمح لي ما بتسمح لي، هذا بخصك إلك وحدك. أنا هذا رأيي. ورأيك غلط. بتمنى يكون غلط. اسمع رمزي، أنا وعدتك من البداية إني ساعدك ووقف معك لتوصل لأعلى المراتب، وأنا اليوم وبكرة لسه عند كلامي. أنا مستعدة أعرضك لعند أي طبيب بتحبه، أنت ما رح تخسر شيء. أنت مو بعيك اليوم. أنا اللي مو بعي؟ بالعكس، أنت اللي صاير مو. قولي مجنون، قولي لي مجنون، احكي مثل أسامة. ماشي الحال، نتحاسب يا نهلا. في ناس حوت. شو بدي بالناس؟ أنا مجنون، لازم أمشي قبل ما يطلع جناني عليكي، مو هيك؟ صرتوا كلياتكم تحكوا بنفس المنطق، بخاطرك. رمزي، رمزي. أبوها رجال بسيط، فأنا عمره هو عم يشتغل سائق على برادنا في الخارج، يعني رجال دائما مسافر، بيغيب أسبوع وأسبوعين وشهر. كان كل همه إنه يربي ولاده ويعلمهم، بس للأسف عنده رمزي هو الوحيد اللي معزبه بين ولاده الأربعة. وأنت كيف عرفت عنوانه؟ عن طريق الصدفة، في إلي صديق من أيام الثانوية بيشتغل مع أخوها فخري بالشركة. تعرفت عليه وقال لي إنه ميادة حكيت له كل شيء عن علاقتنا. حكيت له كمان عن تصرفات رمزي معي. قال لي انت ما لازم تزعل من رمزي، رمزي هو هيك طبعا. معناتها رمزي كان طول المدة الماضية عم يضحك علي؟ اي نعم، طول المدة الماضية هو عم يضحك عليك.
بسيطة بسيطة يا رمزي. اللي أسامة، أنت إمتى آخر مرة شفت فخري فيها؟ آخر مرة؟ ما هي كلها مرة واحدة وبس. يعني ما شفته بالمدة الماضية؟ أبداً. ليش، في شيء؟ إيه بتعلق بميادة يعني؟ إيه. أرجوكي ألسنة لحكي لي، أنت شغلتي لي بالي. رح أحكي لك. هذا يا سيدي قبل ما أتصل فيك. يلا سهري، شو بنا؟ شو رجعتوا نمتوا؟ لا لا، لحظة عم نلبس. يلا يلا، لا تأخذينا، تأخرنا عليكي. لا تأخرني، أنا سامحتكم. تعرف ليش؟ لأنكم عرسان جداد. الله يبارك فيكي ويخليكي يا رب. هذا لطفك يا صهري. عن إذنك لحظة. تفضلي البيت بيتك ولو. هلا تروح على بيتها لامتى يعني؟ شو لسه ما طلعت؟ لا لسه. يلا ميادة شهري لك شوي. امي بدنا نروح نشم هوا ونرجع على بكير. بالله العلي العظيم، شو هاللزقة هي؟ شو نازلة بكتابي؟ خرجي، الله لا يقيمني. يلا استحي. يلا سهري جاهز؟ نحن جاهزين. جاهز، تفضل. شبك سهري؟ بين عليك طالع خلقك شبه. لا ما في شيء ولو. اهلا وسهلا فيكم، تشرفوا تفضلوا. ولا جاهز؟ تمام. لا في شيء، ليكون زعلان من روحتي معكم. انا زعلان من روحتك؟ اعوذ بالله ولو يا حماتي. شرفتي نورتي انت، انستينا. شرفي تفضلي. ايه هيك، الله يرضى عليك ويسلم لي اياكم انت وهالحلوه مياده. يلا امي، يلا شرفوا. يلا حبيباتي، يلا عوام. نعم. الزواج اسمه نصيب يا أسامة. معقول إنه ننسى حبنا بهالبساطة هي؟ أنت ما بتعرف شو ظروفها ولازم تعذرها. عذرها؟ كيف بدي أعذرها؟ كيف؟ الحكي هلأ ما رح يفيد ولا رح يقدم ولا رح يأخر. البنت تجوزت وانتهى الموضوع. وأنت يا أسامة ألف بنت بتتمناك. يعني كون ما انتهى عند ميادة. كل من رمزي هو اللي فرق بيناتنا. وأنا متأكدة من هالشي. تصور انه ما خجل مني وتركني لحالي بالكافيتيريا وراح. بس يعني الا يجي ويعتذر. وان شاء الله رح تقبلي اعتذاره. ما بعرف. كان شو بتعرفي يا انسه نهلا؟ انا اللي بعرفه اني بحبه وانه مريض واني ما لازم اتخلى عنه ابدا. شلون ما لازم تتخلي عنه؟ ارجوك ما تفهمني غلط يا اسامه. انا وعدته من البدايه اني وقف جنبه وساعده ليخلص دراسته بالجامعه. بعدين بدك ما تنسى انه في بيناتنا خبز وملح. معك حق. طب يعني افترضي انه هو ما اتصل. الا يتصل ويعتذر. انا ما بعرف شو اللي بيخليك انك تكوني متاكده من جايته لهالدرجه. لانه بيحبني ولانه مريض ولانه لما تركني اكيد ما كان بوعيه. معناتها انسى نهلا انت لازم تكوني حذره منه اكثر. لا تخاف علي. شكرا لك اللي نبهتني منه. ولو أنسى نهلا بالعكس هذا واجبي. في إلي طلب، بس بتوعدني إنك تنفذه. إذا كنت بقدر مو مشكلة، على عيني. لو ما كنت واثقة إنك بتقدر ما كنت قلت لك إياها. على كل حال أنا رح أحاول إني أعمل جهدي لنفذه. تفضلي، شو هو؟ بدي إياك تبعد عن طريق ميادة بأي شكل. ميادة صارت هلأ بعصمة رجال تاني والمسكين ماله ذنب. يعني باختصار بدون خربان بيوت. شو قلت؟
شبك أسامة؟ ليش ما عم ترد علي؟ طلبك صعب، صعب كتير يا أخت نهلة، بس أنا بوعدك إنه لساني ما يحاكي لسانها طول ما هي على عصمة إنسان تاني. أصيل أصيل يا أخ أسامة، على كل الحب عطاء وتسامح، وأنت لازم تسامحهم وتدعي لهم بالتوفيق. إيه الله يوفقها ويهنيها. تفضلي.